عمر وقفت حياتي بلا عمر. اش نعمل؟ انا نقول لهم جيبوا لي عمر يا علي، ماني يهمك جيب لي عمر، ويقول لي هم يجيبوا لك عمر صباح وعمر غطس في الجلده. في الاخر بكل ماضي ساعتين ونص قالوا لي عمر لقيناه، وانا نقول لهم غدوه باش نعمل لكم العرس، غدوه راني باش نذبحكم على الوش ونعمل العرس. ونسيت زخرت لنا في الدار، وفي الاخر بكل عمرك ساعه يتمرد في الواد ميت عمر. مطارده متوحشه، مطارده ما فيهاش ضوابط الامن الجمهوري، شهود عيان تقول انه جاوا في قدام الواد والطفل يستغيث يقول له ما نعرفش نعوم، يقولوا له تعلم عوم ويقع دفعه في الواد. جيبوا حطوا يا خير دقيقة عنا يا القاضي، قلبي للحق ملينا كلام الفاضي، اخرتها مرت بحكم ربي لاضي. انا نطلب من سيد رئيس الجمهورية اللي انا نحب على حق ولدي، اللي يعاقب ولدي يتعاقب، ما هوش هو يقعد ياخذ في شهرية ويروح لأمه ولا باس عليه، وانا نعيش مهبول ونعيش بالدواء.